يحمل السكن. هذا هناك هذا كان الجسر الحديدي على نهر البارد، حسب ما وفدنا انه يعني بعد ما هدم الجسر لم يرد الجيش اللبناني لهذا الجسر ان يعمر لاحقا، فبمجهودات فرديه وتمويل تم هذا الجسر الخشبي. تلاحظون ان الجسر يعني ضعيف الامكانيات، لا يستطيع ان يحمل عربات او ما الى ذلك، مجرد المشاة. وان كانت الارض كما تلاحظون موحلة والمشي خلالها صعب جدا، لكن هناك تصميم من اهل المخيم على البقاء هنا واثبات حقهم في الوجود هنا. ربما هذه وسيلة النقل التي تغني عن العربة او عن السيارة هنا. وهذه هي تعتبر الجهة الشرقية المخيم نهر البارد. هذا هو الدمار الحاصل، هذه هي نقطة الجيش الموجودة هناك، يشربون القهوة بعد أن أضافوا القهوة في تموز العام الفائت.